أنا شايفة إنه يعني احتفال الحقيقة مشرف جدا جدا، وفي اهتمام مش بس بالدكتور زاهي حواس وأعماله، لكن بمصر القديمة. يعني تاريخنا ده ما يروحش هدر، يعني احنا لازم نبرزه في كل ثانية وفي كل وقت. إذا كان العالم بره فخور بيه، يعني احنا الحقيقة مقصرين لحد ما. وزاهي صوت كأنه صوت وحيد اللي هو بينادي بمجد بلدنا القديم. فطبعا مجهود كبير تاني من زاهي حواس، وبنشكره بالنسبة للشعب وبالنسبة للبلد وبالنسبة للتاريخ.